ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار مراسيم حفل تسليم الشهادات على الدفعة الثانية من خريجات وخريجي تلك الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة. الحفل جرى بحضور فعاليات اجتماعية واقتصادية وممثلي المؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي ومسؤولين ترابيين. كنهني جميع الخريجات والخريجين، وكنهني طبعا الطاقم البيداغوجي على رأسه السيد المدير بالنيابة والأساتذة والطاقم الإداري أيضا، لأن هذا يعني الفوج مهم جدا، لأنه غيساهم في واحد العرض ديال عاملين اجتماعيين اللي عندهم واحد التكوين ذو جودة عالية، وهذا غادي يساهم في مواكبة الأوراش الكبرى ديال بلادنا. الحفل شكل مناسبة للاحتفاء بالخريجين في الفوج الثاني من سلك الإجازة المهنية في العمل الاجتماعي بمشاركة أفراد عائلاتهم وطلبة المعهد، حيث يتوج التخرج سنوات من الكد والجد في مجال المهن الاجتماعية. التكوين ديالنا يهدف بالدرجة الأولى بتكوين أطر وعاملين اجتماعيين في كلتا التخصصات، يعني نهدف إلى تدعيم المجال الاجتماعي بكل مكوناته، يعني بكافة يعني لي ستركتور سوسيال، يعني على سواء كانوا جمعيات، سواء كانوا منظمات غير حكومية، سواء كانوا يعني إدارات عمومية. أحسن لي الشرف أنني لكل يوم هنايا احتفالا بالتخرج ديالنا من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي. صراحة كان واحد المسار دراسي اللي هو فريمون مهم بزاف بالنسبة لي، واللي خلاني اكتشف بزاف الحاجات. ويولي المغرب اهتماما خاصا لما يعرف باقتصاد الرعاية، الذي يقوم على توفير العاملات والعاملين في المجال الاجتماعي لمواكبة الأشخاص المحتاجين للرعاية، سواء منهم الأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص الذين يحتاجون إلى الإدماج والولوج إلى الخدمات الاجتماعية.